مثلاً أنا في صغري كنت أشوف الوالدة الله يحفظها من الصبح تروح المدرسة، كانت مديرة مدرسة. الوالد الله يحفظه من الفجر لابس دريسة العسكري رايح الدوام. الناس تسألك تقول لك بس أنتوا ما ترتاحون؟ بس أنا أقول بس جميل جداً أن الواحد يرتاح شوي، بس أوكي إذا تعب، ولكن في عطاء. أن في كل مواقف الشيخة فاطمة في قاموسها لا نهاية العطاء. المرأة الإماراتية أبصم لك 100% تختلف عن أي مرأة في هذا الوطن العربي.